معك سكيزوفريني بمعنى انفصام في الشخصيه. من خلال هذا البرنامج غنتعلموا شويه قوه الملاحظه والحظيه بالمغربيه ديالنا. كاين شي امور كدوز قدامنا ما كنلاحظوهاش، كنسمعوها وما كنفهموهاش، وكاين ان شاء الله غنوليو نفهموها المهم اول شخصيه غندخلوها عندنا البرنامج ونخرجوا منها جوج، يعني جوج في واحد شامبوان ومولين. شخصيه عطيناها شرف الحلقه الاولى، شخصيه مثيره للجدال. هاد الشخصيه كاين اللي كيبغيها وكاين اللي لا، كاين اللي اختارها وكاين اللي لا، كاين اللي قال لك اسيدي شعباوي، كاين اللي قال لك ما تجمعش. هاد الشخصيه وهو السيد على بركه الله. نفتح الجلسه ملف رقم 10. الماثل في قفص الاتهام هذا اليوم هو المسمى والمدعو محمد النجاري، السن مزداد 1900 وشي حاجة، الهواية كيموت على الرئاسة، البرج 2000، الموظف المفضل عنده محمد النملي حميد سيطي وجواد بركة، وحالف ما يمشي بحاله حتى شيطان تيسة كاملة. وهاد ربع ساعة اللي غيدوز معنا هي أكفس ربع ساعة في حياته. تحلف لينا وغتقول أقسم بالله ما نقول غير الحق. نقسم يا بالله تنقول الحق، حق الله العالي العادم وقرآن الله العالي العادم والمصحف الله يحميني ويبصرني حتى نقول الحق. وشهدوا لا عين عين الله محمد رسول الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. الأشغال ديال هاد الدورة ديال الحساب الإداري اللي ما كتب لهمش أنهم للأسف يحضروا معنا نظرا لكون أن تعدي لي هنا والله لا عتبه شي واحد هنا صفر الله العافية. مجموعة من الأعضاء اللي كيبلغ العدد ديالهم 10 أعضاء طلبوا من اللي أمرت القاعة بالناس ديال الإعلام والمواطنين والساكنة اللي بغوا يطمئنوا على الشأن المحلي ديالهم بعد ما سمعوا القيل والقال. وراه عيب عباد الله، عيب والله إلا عيب بالله، الناس كيتفرجوا فينا من البداية بأن الناس هادو كانت نيتهم ماشي صافية. واضح نيني تشرب الدواء نوض. هو باقي ما شربته باقي، على وليت ندخل ونخرج في هذا. كان هناك درجة أنه مجموعة من الإخوان هادو العشرة مع كامل احتراماتي لهم. انا كندوي على الاحترام. الاحترام تعرفي؟ كنعرف انا الاحترام. عرف الاحترام ولد خالك ولد عمك مخلي لك بوك. ما تدويش على بويا ما تدويش عليه. بويا عمر ها دير ملي ندوي معاك دير يدك على ودنك، غتودني العشر. ويلي شوهتيني انا غنطش من هالدار. عملي الطش خلي سوارت. بانه مجموعه منهم صوتوا ضد نقط بدون ما يبديوا الراي ديالهم فيهم، يعني ما قالوش لا هادشي خايب ولا هادشي مزيان. كنتاسفوا لهذا الحدث. تابعيني حاضيني معينيني عينوني الكفار عينوني. ويلي على عينوني انت شو عينوني كيداير؟ عقول لي علاش غادي يعينوك؟ عينوك على زينك؟ طب راسك كلك راك الصبيحه ضرب فيها العين وترجع لموالي. بارك علي خويا راك قارتيني بصحيح. قارتيني بصحيح حتى انا مزوقف. هذه راه ماشي العين، هذه راه الصقوعيه. كتعرفش لي الصقوعيه؟ نعرفها. عرضنا عليهم الحصيله ديال المجلس وقلقاتهم كثير لانه كانوا خايفين انه الحضور يسمعها، اللي بلغ العدد ديالها ما يفوق 44 مشروع اللي دار في ظرف 3 سنين ورقم قياسي بالنسبه للتيسا. لا ظلمه ترضي جاتنا كي ميل بانيادو بلا شنكلا طول بيناو بقنا مديو تيمبو لنا بنمي لا شنكلا ير بانيادو voy a la playa había subido la marea y tú entre las piedras de chipiones del faro y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Anda, vale! ¡Anda, vale! ¡Mira dónde llega el agua!
¡Ay, qué hacer! ¡Qué hacer ahora! ¡Con los dos sacos la ruta! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo para en el Prestige! ¡En el Petriente! ¡Ay! ¡Y ya no trabajé más la cocina! ¡Ya aburrí sin la cocina! ¡Ay! 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 No cobré nada, me dieron el dinero del bote. حس براسو دار حالة ونسى الدنيا بدالة شافني صابر وقلب عمر صبري تسالة حس براسو دار حالة ونسى الدنيا بدالة شافني صابر وقلب عمر صبري تسالة يا ما قلت له لا لا تزيد فوق الحمل حمالة ظلم حبة يا سيدي فيها قاضي وعدالة فيها قاضي وعدالة دارت عليك الدورة بنك لك الصورة يلا يا الحبيب خلص البطورة دارت عليك